الهدر التعليمي. احنا نسجل، اسف، احنا نسجل المقدمة. ارجوكم رجاء حارا الحضور بعد كده يا جماعة، انه صعب انك تفهم المحاضرة من غير انا ما اكون موجود. معاي حضراتكم، فايه دي قضية الاحتياجات الخاصة او ذوي الاحتياجات الخاصة. يبقى كم نوع؟ هما نوعين، احتياجات خاصة دنيا واحتياجات خاصة عليا. دنيا يعني الذكاء اقل من المعتاد، الذكاء المعتاد بتاعنا من 100 ل 110 115 اللي هو احنا. الذكاء بتاع المجموعة الثانية من 70 لاقل، اقل من 70% معامل الذكاء. يحسبوه ازاي معامل الذكاء ده؟ يحسبوه يا جماعة، ممكن صور ايه الرسم. حاضر يا امل محمود، الصورة اهي، بس ارسميها بسرعة كده لو سمحتي. واضحة؟ واضحة. نعمل يعني محور سيني ومحور صادي. الصادي اللي هو الرأسي ده، الأفق السيني أو إكس واي أو سين وصاد. سين أفقي وصاد رأسي. معايا حضراتكم؟ وبنعمل فيه هذا المنحنى الجرسي اللي بيمثل فئات المجتمع. ماشي، لو غسرنا المجتمع في كل حاجة، في الدخل ده 66% دخول العالم المجتمع بتاعنا يعني متوسط. تلاقي مثلا ممكن ايه دخل فقير جدا للناس اللي هم دول قديم بالحضراتكم اللي هم الدنيا. تلاقي ممكن 17% هتلاقي دخولهم عالي جدا جدا جدا. وهكذا الصحة برضه 66، صحة عادية خالص الحمد لله رب العالمين، واحنا منهم، ربنا يكرمنا ويتمم علينا نعمة الصحة جميعا. وممكن تلاقي صحتهم يعني ضعيفة، يبقى هنا اللي هم ايه دول، وامراض واو الى اخر ومزمنة وحاجة زي كده. وممكن دول تلاقيهم اصحاء واقوياء جدا وهكذا. يعني لو حبينا نوزع اي سمة من سمات المجتمع، اي صفة من سمات الدخول، الاقتصاد، الذكاء، ده للذكاء اساسا، هتلاقي التوزيع ده اللي بيسموه ايه منحنى التوزيع الاعتدالي، النورمال ديستريبيوشن كيرف، المنحنى الاعتدالي اللي بيقسم اي صفة للمجتمع الى بهذه التقسيمات، سواء صحة، اقتصاد، مثلا هتلاقي مثلا دخول، تعليم، كل صفات المجتمع والسمات سمات المجتمع المختلفة في كافة الميادين تلاقيها ايه مقسمة هكذا. طيب طبعا دول يا جماعة عدم الاهتمام بهم يمثل كما قلنا هدر في التعليم، ويمثل ايه بقى خسارة تعليمية، ويؤثر ايه الرسمة ما صارتش يا دكتور احمد حامد. طب انا هعمل ايه بس الرسمة؟ انت ترسمها بسرعة، ما هي واضحة والله، اهي واضحة جدا، اهي عايزه تاني انت، انا شايفها من هنا، هذا اهي ماشي. ممكن صورة الرسمة يا دكتور؟ حاضر يا امل، الرسمة ما ظهرتش. كده كويس، حد يقول لنا كويس الرسمة كده واضحة؟ ردوا عليا، حد يتكلم يرفع المايك ويتكلم. وبعدين يا أولاد عايزين نبقى صمم بكمن، رسمة واضحة؟ واضحة خلاص. نقول لهم يا أمل تسمعها تعالوا مع الواتس. ماشي يا جماعة، شوف اللي بعده عشان تأخرنا كده. فطبعا الاهتمام بيهم ده بيمثل ايه فقد في الاقتصاد، وفقد في ثروة البشرية، وفقد في التعليم، ويعتبر ايه يعني تأثير على الاقتصاد القومي. فيه العكس، بالعكس لو فيه اهتمام بيهم يبقى ده بيزيد الدخل القومي، بيزيد من فرص العمل، بيزيد من انتاجية البلد، بيزيد من ايه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
دي مقدمة. على أي حال الإحصائيات دي بتختلف يا جماعة من مجتمع للتاني. في الدول النامية تلاقي النسبة ممكن تزيد عن كده، وفي الدول المتقدمة ممكن النسبة تقل عن ذلك، وممكن إيه تزيد في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا المزدهرة اقتصاديا، تلاقي يعني في اهتمام بهذه الفئات من الطرفين، سواء فئات خاصة دنيا أو فئات خاصة إيه عليا. إحنا العدد برضه كلام فاضي طبعا، إيه 6 يعني أنا منكم يبقى 5 وهكذا. وتذاك الدول دائما والأمم المتحدة بالذات حقوق الإنسان تطالب دائما باهتمام بالفئات الخاصة، وعشان كده جاءت هذه المادة برضه فين في من ضمن مقررات مقرركم تخصصكم شعبتكم، وهو الفئات الخاصة والتعليم الإلكتروني لها. طيب يعني ما يخرجش كثيرا عن الكلام اللي قلناه من شوية، إيه بقى الفئات الخاصة ويعني إيه التعليم الإلكتروني للفئات الخاصة؟ التعريف ده يشمل كذا حاجة. أولا في تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني هو التعليم عن بعد، وهو التعليم الذي يتم عبر الإنترنت، هو التعليم الذي يكون متزامنا أو غير متزامن زي حضراتكم وأنا الآن، ده تعليم إلكتروني متزامن بيتم عبر شبكة الإنترنت، وبنستخدم فيه تكنولوجيا، وبنستخدم فيه وسائل زي دي كانت وسيلة جميلة، وسيلة تعليمية معبرة، نستخدم فيه وسائل، وممكن نستخدم فيه أصوات زي الصوت بتاعي حاليا، ونستخدم في هذا التعليم الإلكتروني مادة زي المكتوبة أمام حضراتكم، ورسومات وأشكال توضيحية، ممكن امتحانات وأنشطة أنشطة أو تكليفات وهكذا. يبقى التعليم الإلكتروني ده هو عبارة عن إيه؟ نقدر نقول نظام شأن نظام التعليم التقليدي، ولكن كله إلكتروني. معايا حضراتكم؟ كله إلكتروني. العدد مش ناوي يزيد برضه، غير فام وإسلام وغادة وأحمد محمود وأمل، بس هم الخمسة دول وأنا سادسكم معايا. فده مفهوم التعليم الإلكتروني. طيب إيه الحالات الخاصة؟ هي تلك الحالات التي تكون درجات ذكائها عالية أو منخفضة، عالية جدا أو منخفضة جدا. فئات خاصة هي التي تقبع بين طرفي المنحنى الجرسي، إحنا قلنا هي التي تقبع أو تقع منحنى الجرسي يمينا أو شمالا. يمينا يبقى يا سيدي دول ذكائهم عالي، شمالا يبقى ذكائهم منخفض. دول برضه فئات خاصة ودول برضه فئات خاصة، لا شك في ذلك. يبقى تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة احنا بنعمل لهم ايه موارد، وبنعمل لهم برامج، وبنعمل لهم طرق تدريس، وبنعمل لهم مصادر تعلم، بس كله الكتروني الكتروني، عشان كده بنسميه تعليم الكتروني للحالات الخاصة. وهم الكتروني ده نظام تعليمي يتم عبر الانترنت، قد ليه نمطين، قد يكون متزامنا وقد يكون غير متزامن. حدش اللي بيسأل يا جماعة، كلام في سهل واضح طبعا، ده غير كفاية خالص خالص، خلي بالكم يعني كلام معقول وكلام واقعي وكلام ملموس، واحنا بالتالي ايه عايشين في رحابه او في رحابه. يبقى هو ده تعليم ايه الالكتروني. ما معنى التعليم الالكتروني؟ نظام تعليمي يقوم على اساس استخدام الانترنت، وهذا النظام التعليمي يواكب او يعني يعتبر مثله مثل النظام التعليمي التقليدي، من حيث انه ليه كتب بس كتب الكترونيه، امتحانات بس الكترونيه، انشطه الكترونيه، كل الاشياء طرق تدريس الكتروني، كتاب الكتروني، وسائل تعليميه الكترونيه متعدده صوت وصوره والى اخره، رحلات معرفية، مصادر تعلم، حاجات زي كده، فيديو كونفرنس، أوديو كونفرنس، مؤتمر صوتي، مؤتمر مرئي. معايا حضراتكم ولا مش معايا؟
ده هو التعليم الإلكتروني. للزوجة احتياجات خاصة، قلنا احتياجات خاصة نوعين، ما ننساش طرفين، طرفي نقيض. احتياجات خاصة عليا، ذكاء عالي جدا، بيسموهم العباقرة، الأذكياء جدا، الفائقين أو الفائقون، الأذكياء جدا، الفائقون، المخترعون، المبتكرون، المكتشفون، اللي هم مثلا نقدر نقول عليهم يعني أصحاب الفكر العالي. معايا حضراتكم؟ الثانية يبقى فئات خاصة دنيا، ومنهم أبرزهم 3 فئات يا جماعة، الدنيا ده أو اللي هم ذكائهم منخفض، أبرزهم 3 فئات. إيه بقى ال3 فئات دول؟ اللي هم الصم والبكم. 2، التربية الفكرية أو الفكريين أو أصحاب الإعاقات الفكرية. 3، المكفوفين. المكفوفين الصم والبكم دول لهم درجات برضه، يعني ممكن صم بكم يعني يسمع، لا يعني لا يسمع ولا يتكلم، هذه معنى الصم والبكم. صم أصم، وأبكم أبكم ما يتكلمش، أصم ما بيسمعش، ودول ليهم ممكن درجات إعاقة، يسمع خفيف يعني سمع جزئي بسيط، ليه يعني يسمع بس بسيط خالص، تعلي له صوتك خالص جامد ممكن، وده كويس أحسن من اللي ما فيش، اللي أحسن من اللي فقد السمع تماما. ماشي وليد، العدد زاد 1، يا مسهل. الناس فاكرين العملية فوضى وما فيش محاضرة، لا احنا جادين يا جماعة، ما هو لو في تأخير يا وليد ليه ما تكونش تعرف محاضرة؟ مش في بتتابع صفحة الكلية وإنه في محاضرات هتبدأ من السبت من امبارح؟ أنا اديت مجموعة دبلومة خاصة اديتهم امبارح عادي، كانوا حوالي النص ما شاء الله، حوالي كانوا 50 60 من 100 و10 كويس خالص. فأنتوا إن شاء الله ده الحاضر يبلغ الغايب إنه يا جماعة ادخلوا على المنصة، وفي إيه وتظن معاكم الباسوردات هي نفسها بتاعت الترم الأول صح؟ مع تغيير مسمى المادة، هتلاقي المواد اللي كلها بتاعتك المقررة في اللائحة هتلاقيها كلها موجودة، تدخل وتنشط الإيه المادة بتاعتنا، تدخل على المنصة على طول، تبقى معانا ستاند باي. الفئات الخاصة دول يا جماعة الدنيا دول برضه ليهم درجات، يعني الصم والبكم لهم درجات. المكفوفين في واحد عنده ضشاش من النظر، يسمع يعني قليلا أو يبصر قليلا يعني بسيط، وفي كفيف خالص 100%، وهكذا. مش مشكلة يا وليد، أديك عرفت وتبلغ الكل. أنتوا لما تعملوا جروب إن شاء الله هتعرفوا الكلام ده كله، ويبقى فيه إيه محاضرة. على أي حال المحاضرة هسيبها مسجلة مش هعيدها تاني. عايز أقول على حاجة مهمة يا جماعة إن شاء الله برضه، أنا قلتها من بداية من شوية، إن المحاضرة في رمضان هتبقى وقت إفطار وصلاة وإلى آخره، فهنسجلها ونسيبها لكم مسجلة إن شاء الله، تدخلوها أي يوم أي وقت هتلاقوها مسجلة وجاهزة زي الفل. كمان هنقول كل المحاضرات هنسيبها مسجلة، لو اتشالت يبقى عارف مش مني، ممكن يسيبوها فترة ويشيلوها هم الإدارة مش مني. فالحق الحق نفسك واحضر المحاضرة إيه، وشوفها إيه يا وليد، تشوف المحاضرة قبل ما يشيلوها الجماعة في الإدارة، إدارة التعليم الإلكتروني. كمان عايز أقول حاجة، كل اللي بشرحه وبتكلم فيه خلاص مقرر بأمر الله تعالى، مفيش حاجة اسمها بقول لنا يا دكتور المقرر المحذوف، ماليش دخل، اعرف على طول لما يجي الكتاب الحاجة اللي ما اتكلمتش فيها وما شرحتهاش يبقى ما خلاص ما اتكلمتش فيها، ما تعبتش نفسي أنا من البداية كده واضح، هشرحها يبقى خلاص هشرحها. معايا حضراتكم؟ فمن البداية الله يكرمكم، الحاجة اللي اتكلمت فيها وزدت وعدت فيها خلاص يبقى دي مقررة، لن نحذف شيئا قلناه أو شرحناه. طيب يا سيدي، هذه تعريف تعليم إلكتروني سهل وبسيط وتقراه، يبقى تعرفنا يعني إيه تعليم إلكتروني ويعني إيه حالات خاصة، وبالتالي تديني تعريف لها.
هو التعليم الذي يتم عبر الإنترنت متزامنا أو غير متزامن مع الطلاب بسبب الحالات الخاصة الدنيا أو العليا، مع استخدام مصادر ووسائل وأدوات تكنولوجية متعددة متنوعة. بس أكثر من كده مفيش. ما في تعريف ثاني اهو، يعني كل أداة أو وسيلة بسيطة مش بسيطة، معقدة غير معقدة، بيستخدمها معلم التربية الخاصة. معلم التربية الخاصة من هو؟ هو المعلم اللي يقوم بتعليم وتعلم أو تقديم تعليم للفئات الخاصة، سواء فئات خاصة عليا كما قلنا اتفقنا عليها أو دنيا. معايا حضراتكم؟ فبالتالي بقى هو ده المعلم ده. ايه بقى التعليم للفئات؟ الوسائل دي هي كل أداة، كل وسيلة معقدة بسيطة نستخدمها مع الفئات الخاصة. طبعا مش معقولة وسيلة تعليمية بسيطة يا جماعة نستخدمها مع الفئات الدنيا هي نفسها اللي نستخدمها مع الفئات العليا، لا يعقل ولا يصح ولا يجوز وغير منطقي. ايه الوسائل دي؟ جهاز الكمبيوتر الشخصي، برامج، وسائل معززة للتواصل أو معززة، ينفع معززة ومعززة، فتح أو الكسر الإيه؟ الزين. وسائل يعني تعزيز التعليم، وسائل تعزز تقوي تساند التعليم، وسائل معينة على التحكم في البيئة المحيطة، آلات، حاسبة، أجهزة تسجيل، نظارات مكبرة خاصة عشان مين؟ اللي عندهم بقايا إبصار، كتب مسجلة على شريط كاسيت، كتب بالبرايل للمكفوفين على شريط كاسيت مكفوف ويسمع، يسمع حلو جدا، يبقى اعمل له الكتاب ده على شريط كاسيت يسمعه زي الفل، فيش مشكلة زي وزيك. معايا حضراتكم؟ نسرع شوية لأنه إيه كتير الشريحة، حوالي أكتر من 40 شريحة. مفهوم الفئات الخاصة، تطور هذا المفهوم، بص يا جماعة، وسموه عدة مسميات، بس كانت مسميات ما كانش يعني إيه مؤدبة شوي. شايفين كويس كده؟ ممكن نقول عليه إيه؟ الأعمى، كانوا يقولوا عليه كده، الأعرج، أيوه وليد، الأعرج، ذوي الإعاه، العاه، الكسيح، المكسح، الأطرش. لك عامل زي الأطرش في الزفة، الأطرش ما بيسمعش، أخرس ما بيتكلمش. هو شوية أحسن معايا حضراتكم. العجزة، المجنون، الأبلة، المعتوه، دول اللي هم مش صم وبكم ولا مكفوفين، دول فئات فكرية عندهم إعاقات فكرية، ماشي، في الذكاء بتاعه نازل جدا. العجزة، فلان ده عاجز، أصحاب القصور، أصحاب الضعف، أصحاب القدرات الخاصة بيسموهم، أصحاب بيسموه دلوقتي إيه؟ بيسموه فئات خاصة أحسن، مؤدب، لفظ مؤدب، مصطلح مؤدب، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب بيسموهم أصحاب الهمم العالية. أصحاب الهمم العالية طبعا ده كله بالنسبة لمين؟ للفئات الخاصة الدنيا، الدنيا هم دول يا جماعة اللي محتاجين أكثر الرعاية، محتاجين رعاية أكثر. دلوقتي عندنا أمل محمود، دي كانت من الترم الأول افتكر، وإسراء وأحمد محمود وإسلام ودي مين؟ ديانة، دي جديدة دخلت علينا، ديانة بس كانت موجودة أعتقد بعد الترم الأول. غاد عاد كانت موجودة، فام ده طبعا كانش موجود، وليد ثروت، ماشي يا جماعة، العدد مرشح أصبح 8. يلا خير إن شاء الله، كله بيزيد لما كله بيبلغ بعضه. يبقى إيه مفهوم الاحتياجات الخاصة؟ الفئات الخاصة هي الفئات الدنيا أو العليا، ذات الدنيا اللي بيطلق عليها قاعد ومقعد، معاق وعاجز،
وأعمى وأعرج وكسيح وأطرش وأخرس ومجنون ومبلوء وأبله ومعتوه ومأفون، مأفون وأبله ومعتوه. كل دي كانت مسميات ما كانتش إيه مؤدبة، كانت يعني بتهدم من شخصيات متأثر فيهم كثيرا إيه قويا سلبا طبعا بالسلب. غير أصبحوا إيه أصحاب الهمم العالية، أصحاب الفئات الخاصة، وده هو المصطلح الأكثر إيه قبولا واللي أقرته الأمم المتحدة في حقوق الإنسان لهذه الفئة. في يوم على فكرة اسمه يوم الأمم المتحدة للفئات الخاصة دول، عشان يبقى إيه اهتمام بيهم، نعمل لهم مؤسسات رعاية، نعمل لهم مدارس خاصة بهم وهكذا، يبقى في نوع من الاهتمام بهم بدل إيه ما احنا ايه نتركهم كده ايه كما مهملا، يبقى يمثلوا عبء على البلد وعبء على مين؟ على المجتمع. يمثلوا عبء اكبر 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 على مين؟ على الاسره. معايا وليد ثروت؟ ماشي. والافراد الذين ده كويس تعريف العلم، الافراد الذين ينحرفون عن المتوسط. ارجع هنا برضه للرسم الثاني. وما هو المتوسط؟ المتوسط اللي هو عندي بتاع 68. ترى ممكن الرسم ده يا جماعة 66 دي ممكن تزيد تبقى 70، ويبقى 15 و15 معايا. ممكن 70 مجموع المجتمع دول اللي هم العاديين زي أنا وأنت وحضراتكم، 70 يبقى من 135، 15 و15 دول على فكرة قد بعض تقريبا، نسبتهم غالبا واحدة إلا لم تكن تزيد هذه الفئة اللي هم الفئات الدنيا ممكن تزيد. فاللي بينحرف عن المتوسط هذا المتوسط اهو، اللي بينحرف يعني ينحرف يعني يبعد عنه قوة أو ضعفا، ضعفا أو قوة. دول اسمهم منحرفون على فكرة، المنحرفون. ماشي. عشان كده انا عملت لك الرسم ده خليه جنبك دايما باستمرار في الماده بتاعتنا من اول السنه الاخيره. يبقى الافراد اللي بينحرفوا عن المتوسط، مين المتوسط؟ ممكن نسأل هو 70 او 66 وممكن يبقى 75. اتفضل كام؟ 25 12 ونص 12 ونص. دايما الجزء الباقي من المتوسط العام ده تقسمه 2، تقسم على 2 تحط جزء في اليمين وجزء في الأقصى اليمين وجزء أقصى اليسار. أقصى اليسار شمالك، دول هم إيه المعاقين اللي عندهم بعض الإيه يعني الإعاقات في ناحية أو أكثر، جسديا عقليا نفسيا اجتماعيا، ومنحرفون. واحد يقول طب والسكياء جدا بتاع، نعم منحرفين برضه، منحرف عن المتوسط يعني منحرف أخلاقيا، ينحرف عن المتوسط. يعني ينحرف يعني بعيد عنه القوة يعني أذكياء جدا عباقرة، فهو منحرف عن المتوسط يعني بعيد عن المتوسط فوق ده كويس. يمثلوا ثروة قومية للبلد، دول مخترعين ومبدعين ومكتشفين، يكتشف لك حاجة معينة، يعمل اختراع معين، أذكياء جدا عباقرة، يعمل قصص، يكتراوي يعني تلاقي شاعر مثلا أديب، دول بيقعوا في هذا الجزء على فكرة، يألف كتب زين الحمد لله بس أنا لا أعترف إن أنا منهم. يكتب له نشاطات دائما، هم المنحرفين المتوسط دول بالإيجاب بقوة يعني انحراف قوي. تلاقيهم دول لهم يعني نشاطاتهم مبرزين دائما وهكذا. ناخذ صفاته بعد شوية على فكرة، بالذات صفات مين؟ المنحرفين انحرافا كبيرا ناحية اليمين. أي فرد ينحرف عن المتوسط يا جماعة اسمه إيه؟ ذوي احتياجات خاصة، تربية خاصة، عاوز رعاية خاصة. حتى اللي هم المنحرفين الإيجابيين ناحية يمينك دول عاوزين مدارس العباقرة، مدارس عايزين فصول العباقرة، عاوزين برامج ومناهج خاصة بهم. ما ينفعش يجيب له حاجة عادية للطالب العادي هيحتقرها، وفكره
أكبر من هذا، وبره بيصعدوهم يعني، يلاقوا مثلا ولد في أولى ثانوي ده مثلا ممكن يدخل أولى جامعة بعد ما ياخد أولى ثانوي، يلاقوه عبقري جدا يدخل جامعة ويمشي زي الفل ويتقدم وهكذا. فدول عاوزين نوع من الرعاية الخاصة عشان إيه نقدر نستفيد منهم ويبقوا قوة مفيدة للمجتمع، مش قوة إيه. وصلنا 9 كويس بارتي، كنا فين؟ إن شاء الله العدد يزيد مع الوقت. اللي يعرف حد منكم يا إخوانا من زملاء يتصل بيه بالتليفون ويدخل يا فلان حسام بيدي محاضرة الآن. الفئات الخاصة الدنيا طبعا مكفوفين وضعاف بصر وصم وضعاف سمع، ضعاف السمع دول كويس أحسن من الأصم ده ممكن ما يسمعش خالص، ضعيف السمع عنده طشاش سمع، إعاقة جسدية يمشي على كرسي متحرك مثلا، عنده بعض المشكلات في الصحية، تخلف عقلي اللي هو تبع الفكريين، وفي العكس موهوبين عباقرة ويصحب الاضطراب النفسي، اضطرابات نفسية دائما يزعج يشخط ينفعل لأقل شيء، في صعوبات تعلم، في عنده زي صعوبات تعلم، في تخلف دراسي، في تأخر دراسي، دول برضه من الفئات الخاصة، بس خاصة طبعا احتياجات متعددة. يعني عاوزين نوع من التربية الأخلاقية، التربية الإنسانية، التربية النفسية، التربية الاجتماعية، التربية الاقتصادية، احتياجات متعددة، طرق فردية. ماشي يا جماعة، ده التصنيف، كلام سهل وبسيط جدا جدا جدا. أهداف التعليم الإلكتروني، ليه التعليم الإلكتروني بيهدف إلى إيه مع الفئات الخاصة؟ هيفيدهم في إيه؟ هيفيدهم في حاجات كثيرة جدا. معايا حضراتكم؟ معايا؟ محدش فيه بيتكلم يا جماعة، يا وليد ويا فادي ويا أمل، يا ريت نسمع حد فيكم يتكلم يا جماعة يقول لنا يعني ايه رأي. ايوه يا غادة انت معايا كله، بس انا عاوز اعرف برضه اخد فيدباك، تغذية راجعة منكم، يعني سامعين كويس؟ ما فيش سؤال ليه ولا تعليق منكم ولا حاجة؟ هل كلام سهل وبسيط؟ هو سهل جدا بالنسبة للمادة بتاعت الترم الاول اللي طلعنا منها بايه بأعجوبة انا وانتم، انا ما كنتش مرتاح ليها بس هي فرضت علينا وزينا استفدنا بعد دي وشفنا الكفايات والكفاءات والكلام ده كله. الكفايات الالكترونيه، التعليم الالكتروني ايه بقى اهميته للفئات الخاصه او لذوي الاحتياجات الخاصه؟ واحد يقول لي طيب ذوي الاحتياجات الخاصه مين؟ كله يا جماعه، سواء المتقدمين او المتاخرين. كلام سهل مباشر، اي طبعا مباشر جدا وكلام واضح وسهل الحمد لله، اللهم لا صعب إلا جعلته سهلا. معي حضراتكم بنديهم طبعا من خلال الحاسب حقائق ومفاهيم ومفاهيم علمية ومعارف وقوانين ونظريات وحاجات زي كده من خلال يعني الحاسب الآلي، ومن خلال تعريفه بالحاسب ومكوناته معي واتصال الحاسب الآلي بالإنترنت وهكذا، فبياخد معلومات عن التكنولوجيا الحديثة، هي دي معناها كده. ممكن لو معاك قلم كده تكتب أهداف استخدام التعليم الإلكتروني للفئات الخاصة، الحصول على معلومات عن التكنولوجيا الحديثة. تمام يا فهم عهدي؟ ماشي. تدريب، يبقى هنا معلومات، هنا في تدريبات يتدرب عليها عشان نديله مهارات، يبقى نكسبه مهارات. هنا معلومات ومعارف يحصل عليها، هنا تدريبات ومهارات وتطبيقات، هنا يديله حاجة عن البرمجيات، هنا يعمل برمجية، يكلمه عن مكونات الكمبيوتر، هنا يستخدم الكمبيوتر بجدارة وبمهارة، هنا أكلمه عن الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، هنا يستخدم الإنترنت ويدخل على مواقع مفيدة تربوياً لها ارتباط بمادة دراسية، هنا معلومة، هنا تطبيق المعلومة،
هنا حقائق ومعلومات ومعارف وإلى آخره، هنا تطبيقات. واضح؟ هذه هدفين هم واضحين جدا. نكمل برضه كلام سهل وبسيط. هنمي قدراته الخاصة، كل واحد حسب إيه بقى؟ اللي قدراته العقلية، اللي عاوز ذكاء جدا برضه بديهم حاجات تناسبهم، تناسب وتتحدى هذا الذكاء. بنمي قدرة، واحد عنده قدرة شعرية على إنشاء عمل قصائد، تأليف قصائد، قرض الشعر، قرض الشعر، يعمل قصائد، تفكير، وبالذات اللي هم الزاوية المنحرفين بناحية الجنوبية أو ناحية يمينك، ناحية يمينك، زاوية الذكاء العالي والمرتفع، هديهم حياة تتحدى الهدف برضه. للتعليم الإلكتروني لمين الفئات الخاصة، هديهم برامج وموضوعات تتحدى قدراتهم وذكائهم المرتفع الخاصة بهم. ياخذ ميل ايجابي نحو تكنولوجيا المعلومات، تقنيه المعلومات، يعني تكنولوجيا المعلومات، تزيل الرهبه لديه، تزيل الرهبه لديه من خلال استخدامه للحاسب الالي، تشجعه على هذه التكنولوجيا، استخدام الحاسب الالي والانترنت، تشبع هواياته، دي كذا حاجه مع بعض، تشبع هواياته، تنمي قدرات خاصه بالذات الفائقين وهكذا، شجعه على استخدام الكمبيوتر والإنترنت. خمسة، استخدم الحاسب الآلي كوسيلة في المساعدة، يعني وسيلة تعليمية، لازم يبقى إنترنت. واحد يقول لي طب في تعليم إلكتروني من غير إنترنت؟ كان زمان كده، دلوقتي لا يا جماعة، لا تعليم إلكتروني إلا بالإنترنت. تاني، لا تعليم إلكتروني إلا بالإنترنت. لكن ما فيش إنترنت يبقى في الحالة دي يبقى الحاسب الآلي وسيلة، وسيلة عليه برامج، عليه سيديهات، معاه سيديهات، فلاشات، أي مادة معينة. يبقى في الحالة دي صار بقى مش تعليم إلكتروني، صار وسائل مساعدة. استخدام الحاسب الآلي دي نقطة تانية. ستة، أصبح مهما لذوي الاحتياجات الخاصة، مهما جدا. طبعا عايزين أسلوب مشوق، وعايزين صور وأصوات اللي هم بيسمعوا، مكفوفين دول بيسمعوا كويس، عاوزين أصوات وعاوزين حاجات مساعدة ومثيرة ومشوقة في التعليم. فده برضه هدف، نقدم وسائل تعليمية مثيرة ومشوقة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. كلامنا كله يا جماعة بينصب على الفئات الخاصة. طبعا خلاص خلصنا من اهميته وفوائده، التعليم الالكتروني للفئات الخاصه كلهم في فئته. طبعا اصبح الاهتمام بهم، حط خط تحتيه بعنوان مطلب شعبي ومطلب قومي ومطلب ديني، كل الاديان تحض على ناخذ بالنا منهم، هذه الفئات يا جماعه، ونوفر لهم دعم خاص، ونهتم نعمل لهم مؤسسات تعليمية خاصة، سواء اللي هم العاليين جدا في الذكاء أو المنخفضين في الذكاء. عاوزين دول مدارس، عاوزين نخصص لهم الميزانية، ميزانية خاصة تفرد لهم من الدخل القومي لكل سنة لهذه الفئة. نعمل لهم مصحات، مستشفيات، نعمل لهم مدارس، تعليم، اهتمام، بيوت مثلا، رعاية، دار رعاية لهم، نوفر لهم أجهزة تعويضية، نحقق لهم مطالبهم. واحد عنده مرض بدي يعالج، كفاية الإعاقة اللي هو فيها، يبقى هم وغم. طبعا كل دي يعتبر من ضرورات الاهتمام بذوي الفئات الخاصة. ولازم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده في القرآن، كرمهم كل الأديان طبعا، والمسيحية أكيد برضو بتدعو للاهتمام بهم. هذا طبعا مطلب ديني ومطلب سياسي واقتصادي وقومي وإنساني، اللي نهتم بهم في كافة المجالات.
تعليما وصحة ورعاية وثقافة وتنويرا وتهذيبا وتثقيفا، كان مفقود يعني في فترة من الفترات على مستوى، لكن في الخارج صراحة بيهتموا بيهم، بيعملوا لهم تليفونات دلوقتي مخصوصة، ده من أوجه الاهتمام، بيعملوا كمبيوترات مخصوصة لهذه الفئات، بالذات الفئات الدنيا، بيعملوا لهم مدارس مخصوصة خاصة بهم. هنا في سوهاج في 3 مدارس للسم والبكم في منطقة الحويتي بسوهاج، العدد كان 10 9 يعني برضه المحاسبين اللي معاكم. وفي المكفوفين دول يا سيدي في شارع متفرع من شارع الـ15 مدرسة المكفوفين، معايا حضراتكم، أو النور للمكفوفين اسمها، نور للمكفوفين. وفي طبعا عندك المرور سواج جنوب شمالا في مدرسة التربية الفكرية، كل مدارس أنا زرتها كثيرا مرارا وتكرارا، وعملت معهم وكنت بشرف على طلابنا بتوع التربية العملية لما كانوا في الدبلوم المهنية، كنا بنزورهم ونزور المشرفين بتوعهم ونوجههم ونساندهم ونشرف عليهم. معايا حضراتكم، ففي اهتمام بيه إلى حد كبير دلوقتي، بيعملوا لهم مدارس، بيعملوا لهم كليات دلوقتي كمان، بياخدوا نسبة منهم في الكليات أقصد، فبيرعوهم. حتى لو هو طالع رصيف كده معين وراكب عجلة أو كرسي متحرك، برضه بيبقى إيه معمول كده درج كده يعني غير متدرج، مش سلالم، لكن إيه يعني تساعده في الصعود والهبوط بالكرسي المتحرك. كمبيوترات خاصة، تليفونات دلوقتي بيعملوها لهم خاصة، وهكذا يعني فيه رعاية إلى حد ما. في أجهزة دلوقتي تعويضية كبيرة جدا بيعملوها لهم، برضه سماعات دلوقتي تقوي بقايا البصر اللي عنده، تزرع هنا في الأذن، وهكذا وهكذا. معايا حضراتكم، طبعا بيقول لك يعني تكنولوجيا التعليم هنا مهمة جدا من مداخل منطقية، عشان نصمم لهم برامج ونحط لهم مناهج ونعمل لهم وسائل تعليمية تصمم خصيصا لهذه الفئة من الفئات الخاصة بذات الدنيا، وكل طبقا لإعاقته. فوسيلة تعليمية تصلح للسمعين، غير وسيلة تعليمية للمكفوفين، غير وسيلة تعليمية للفكريين اللي هم بتوع التربية الفكرية، وهكذا. فطبعا ده كله إيه برضه من دلائل ومن مؤشرات اهتمام المجتمع بالفئات الخاصة، أو بالذات الإيه في الفئات الدنيا. وظائف تكنولوجيا التعليم وأهميتها لذوي الاحتياجات الخاصة، بتعمل لهم طبعا غير الأهداف يا جماعة. هي فائدتها إيه يعني؟ ما فوائد وظائف وأهمية تكنولوجيا التعليم ذوي الفئات الخاصة؟ تراعي الفروق الفردية، كل حسب إيه إعاقته، خليهم ياخدوا اتجاهات طيبة مرغوب فيها، يعني يبقى هو يحب التعليم من خلال هذه التكنولوجيا. ايه بقى في نوع من التعاون، نوع من يعني ايه الاهتمام بنفسه وبفضل هذه التكنولوجيا، الاهتمام بما يتعلمه، يشجعه على انه يتعلم ويواصل تعليم نفسه بنفسه. التكنولوجيا باتجاهات مرغوب فيها، الفروق الفرديه يعني بص بحط خط تحت كل حاجه رئيسيه كده بارز، بناء مفاهيم سليمه وسائل تعليمية عندك، يبقى هيفهم كويس، مش هيفهم غلط، هيفهم صح. وسائل تعليمية، صور، أفلام، نماذج، عينات، معرفش إيه كذا كذا، هتخليه يفهم صح ويبقى إيه يعني مهتم بما يفهم، يهتم بالتعليم اتجاه طيب. تراعي الفروق الفردية، هذه 3.
سابهم برضه مهارات أكاديمية. يعني إيه مهارات أكاديمية؟ يعني مهارات علمية عقلية، يلاحظ كويس، دي مهارات الأكاديمية، يلاحظ يستنتج. يا ريت تكتب كده الكلام اللي بقوله عشان إيه يوضح ما معنى المهارات الأكاديمية. يلاحظ، يسجل، لو يقدر يسجل في الورقة والقلم، يستنتج، يقارن، يحلل، يناقش، يقرر مع حضرتك، يجرب، يستنتج، كل دي اسمها مهارات مين؟ أكاديمية. واضح؟ أكاديمية. المهارات العقلية، ملاحظة، استنتاج، تجريب، مقارنة، تحليل، إبداء الرأي، اتخاذ القرار، وهكذا. تعالج اللفظية والتجريد، برضه فايدة خامسة للتكنولوجيا للفئات الخاص. بدل ما يقعد يحفظ الكلمة والجملة حفظا عن ظهر قلب، لا، يبقى في الحالة دي احنا ايه، ما يبقاش فاهم بالألفاظ وخلاص، لا، يبقى فاهم معناها. زي زمان كنا نحفظ، يقول لك جو جمهورية مصر العربية أو مصر، حار جاف صيفا دافع مبدأ شتاء، هذه لفظية، وحفظ عن ظهر قلب صم دون فهم، هي دي اللفظية يا جماعة. أما الوسيلة دي تخليه يعني يتخلص من هذه اللفظية، يحفظ عن فهم، يطبق الكلام ده كله ويفهم ويعقل هذا الشيء، ويعرفه عن إيه كسب وعن جدارة، تغلب على اللفظية والتجريد. مبقاش ألفاظ في ألفاظ وكلمات في كلمات دون فهم لمعناها، يفهم قانون، يحفظ قانون عن ظهر قلب، دي اللفظية، ودون فهم معناه يعني إيه ما يعرفش. يعني نتغلب على هذا العيب أو هذا الخطر. التغذية راجعة فورية، يعني على طول كده إيه، من خلال الوسائل التعليمية دي هو بيبقى إيه، يعرف هو البول الصح فين والغلط فين. خبرات، يكررها، عرف حاجة عن الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، نفس الكلام، يقدر يكرر ويجمع 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 ما هو أعقد وأصعب. تكرار الخبرات. طرح، يكرر عملية الطرح بأرقام أكبر شوية. لو كان يطرح 7 ناقص 1 مثلا، لا، ممكن يبقى 17 ناقص 10، 117 ناقص 112 مثلا. يعني خبرات تتكرر وتتعقد، فهو الوسائل التعليمية والتكنولوجيا تساعد في ذلك. تقوي يعني الانتباه عنده، تخليه مشدود كده دائما لأي مثير، وبالتالي في تركيز، مفيش تشتت. دي رقم 8. فاعلية، ما يتعلم ويبقى أبقى أسرع، يعني بيتعلموا ده يا جماعة يبقى إيه فعال، مش كده يجري ويمر مر الكرام ويفضل في مخه فترة كبيرة جدا، أقل عرضة للنسيان. كل برضه حاجات بأمر الله بمساعدة مين؟ الوسائل التعليمية. مهارات قلناها، منها المهارات الأكاديمية اللي اتكلمنا عنها من شوية، اللي هي العقلية والاجتماعية واللغوية والحسية والحركية، يكتسب مجموعة من المهارات المتنوعة. برضه فائدة 10 يمين للتكنولوجيا التعليم. التقليل الإعاقات وإزالة أثرها، دي رقم 11. يعني مشاركة الفعالة، خليه مشارك مش منعزل ولا منطوي، تديله ثقة بالنفس. وسيلة تعليمية تساعد في التقليل من الاعتماد على الآخرين، يعني هو يساعد نفسه بنفسه، وهكذا. حوالي 13-14 فائدة لاستخدام وسائل وأهداف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية. هاي حضراتكم. دورها في تقديم
حلول خاصة لزوال الاعتقاد، كل حسب أي حي. الحلول تقسموها إلى 3 جماعة. ثاني، تكنولوجيا التعليم تقدم 3 حلول عملية. واحد، في حلول مادية، أجهزة تعويضية ووسائل ومواد ملموسة، ده اسمه إيه؟ حل مادي. حل فكري، يعني تخلي فيه كوادر بشرية مدربة، وتخلي فيه بيئات تعليمية، وتخلي فيه تصميم تعليم، أو خلي التصميم ده جاي تاني. حلول فكرية، يعني تخلي فيه بيئة، توفر بيئة وتوفر عنصر بشري مدرب لهذه الفئات، وده حل إيه؟ فكري. حل مادي، توفر له أجهزة ووسائل مادية. حل تصميم، تصمم له حاجة معينة، وسيلة معينة، ده بيسموه حل تصميم. يبقى دور تكنولوجيا التعليم تقديم حلول 3: مادية، فكرية، تصميمية. ماشي، كلام برضه سهل وبسيط، إن شاء الله إيه ما يكونش فيه أي تداخل. يعني مثلا نجيب الشريحة اللي فاتت برضه مرة تانية. من الحلول التي تقدمها تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة الحلول المادية، صح ولا غلط؟ صح. وممكن نفس السؤال، حلول فكرية، صح. حلول تصميمية، صح. ممكن أقول لك إيه، حلول جذرية، غلط. مفيش حد قال زي كده، ما جاتش من ضمن الحلول. حلول اقتصادية، ما جاتش. خلينا في الثلاث حلول دول يا جماعة: مادي، فكري، تصميم. خلي بالك برضه الأسئلة دي تسجلوها يا جماعة. معايا حضراتكم؟ معلش، المرة اللي جاية نظبط الشرايح. أنا عملت على عجل فما خديتش حقها في التثبيت. معايا؟ شايفينها كويس يا جماعة؟ الشريحة باينة كويس أمام حضراتكم، حد يرد علي. شايفينها كويس؟ كلام واضح يعني قدامكم، واضح. طيب كويس، ربنا يجبر بخاطرك يا غادة ويا وليد. واضح، معلش خط صغير بس إيه، انت هذا كله ده يبقى في كتاب مكبر واضح جدا. ماشي يا استاذه ديانه. هم عاوزين ايه الجماعه دول؟ ده عنوان جديد. ماذا يطلبون من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ ماذا يطلبون؟ معايا؟ ماذا يطلبون من هم بتوع الفئات الخاصة؟ عاوزين ايه من التكنولوجيا؟ والتكنولوجيا عايزة ايه منهم؟ دول عنوانين جايين، ناخدهم ونكتفي بهذا الجزء عشان برد العدد. معايا حضراتكم؟ هم عاوزين ايه؟ انه عايزين ان تكنولوجيا التعليم دي تعمل لهم تحليل، دراسة تحليلية ليهم، تحللهم، شوف طلباتهم ايه، احتياجاتهم، مشكلاتهم، خصائصهم، انواع الاعاقات، المناهج والبرامج اللي عاوزينها، وايه الموارد والمصادر التعلم المناسبه ليهم، التكنولوجيا المناسبه. دي اول حاجه، ده حق شرعي، مطلب شرعي لهم، دراسه وتحليل. اثنين، تصميم وتطوير. يعني ايه تصميم التكنولوجيا؟ هم اللي عاوزين من التكنولوجيا تعمل تصميم وتطوير للوسائل وتكنولوجيا التعليم، تعمل تصميمات، تضع تصميمات، مخططات تصميمية بالورقة والقلم. معايا حضراتكم؟ عاوزين تصميم لمصادر التعلم، تصميم للكتب، تصميم للوسائل، وهكذا. يبقى في تصميمات على طول. المطلب الثاني الشرعي، المشروع، حقهم مطلوب، عاوزينهم تعمل لهم بيئات تعليمية، بيئات تعليمية إلكترونية، بيئات تعليمية تقليدية، مباني، فصول، مكتبات، مباني مدرسية. معايا حضراتكم؟
ده برضه مطلب شرعي. ثلاثة دي بس اكتبها ثلاثة لأن هي راحت منه ولا باقي لها بنسخ. أربعة اقتناء وتزويد، يزودوهم دائما باستمرار بكل ما هو جديد ومجدد، وعايزينهم إيه توفر لهم حاجات للاقتناء يقتنوها، تقتنيها المدرسة مثلا أو المؤسسة التعليمية. ماشي شباب، ده المطلب رقم أربعة. وهم عاوزين إنه إحنا نعمل إيه، نحللهم كويس الأولاد دول، إنه نعمل تصميم وتطوير، نعمل بيئات تعليمية مناسبة لهم، نزودهم ونقتني ونجيب لهم حاجات وأجهزة وأدوات ومواد ووسائل تعليمية وإلى آخره، عشان هم محتاجين هذه الحاجات، إنه عايزينهم هم عاوزين من التكنولوجيا متابعة وتقويم، عاوزين تدريب يدربوهم هم ويدربوا المعلمين بتوعهم، عايزين يبقى في معلم فئات خاصة يا جماعة يستخدم التكنولوجيا. سبع مضارب شرعية لمين؟ للفئات الخاصة. من مين؟ من التكنولوجيا. واضح؟ واضح جدا. التوعية وإعلام والنشر عبر وسائل الإعلام والصحف، فيسبوك وتويتر والكلام ده كله، توعية وإعلام الاثنين دول مرتبطين ببعض يعني، ونوعي ونبصر حول الأمور لهذه الفئات الخاصة، وننشر الكلام ده والتوعية دي عبر وسائل الإعلام المختلفة. أعتقد كلها يا جماعة 10 مطالب شرع، 9 مطالب شرعية. من مين؟ من التكنولوجيا. مين طالبها؟ الفئات الخاصة. ولا التكنولوجيا طلبها من الفئات الخاصة؟ لا، الفئات الخاصة تطلبها من التكنولوجيا. 9 مطالب شرعية. خلي دي للمحاضرة الجاية، نماذج تطبيقية لإدخال التكنولوجيا في ذوي الاحتياج الخاص. يعني هناخد إن شاء الله كل فئة إيه بقى التطبيقات، إيه التكنولوجيا المناسبة لها، المناسبة لها، بس عشان العدد برضه شوية وإلى حد كبير طبعا إيه يكون الناس عرفت على الأقل أنتوا تدوهم. فكل إعاقة من دول هنبين إيه بقى النماذج ليها. نقف عند الشريحة 23، لو سمحتوا سجلوا الشريحة كام؟ 23. هنقف عندها ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة. هديها سيبها متروكة، والفصل الأول ده عشان طويل شوية، طويل حوالي 49 شريحة، احنا خدنا حوالي نص يمكن. دي الشريحة رقم كام؟ 23. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم. ما ننساش جماعة معاد المحاضرة، الله يكرمكم، يوم الأحد من 6 لـ 8، بس نتأخر يمكن 10 دقائق عشان صلاة المغرب. في رمضان إن شاء الله المحاضرة يسمعون يسمعون. معلش يا جماعة، آسف آسف عشان إيه قطاع البث. تمام، فإن شاء الله تعالى هنسيب محاضرة مسجلة وتنبه على زملائكم. المحاضرة اللي جاية إن شاء الله كل أحد من الساعة 6 أو 6 و10 كده، لكن من 6 أنا هبقى مسجل يعني فاتح للمحاضرة مجهز لها إن شاء الله،
وتنبهوا على الباقيين، يا ريت تعملوا لنا جروب ان شاء الله، ونلتقي باذن الله على خير الاسبوع القادم. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.